الله، انت قاعده ساكته ليه؟ ما انت بتقول كل اللي اتفقنا عليه. مش حوايدك يعني. واحد زي الونش ده لما يتفق مع راجل غير لما يتفق مع ست، عشان كده قاعده ساكته. لو الحق انت اتطلقتي ليه؟ وهي الناس بتتطلق ليه يا سيد؟ غريبة يعني. أنا قلت الواد الأخرية ده هيكمل معاك ويطول، فاستغربت. هو ال 12 ولا ال 13 يا أمينة؟ بطلت أعد يا حبيبي، وبعدين ما تستغربش، أصل رجالة اليومين دول ما بقوش زي الأول. الله.